بسم الله والحمد لله، والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنشير إلى بعض بركات كانت مخصوصة للنبي زكريا عليه السلام ومريم البتول عليه السلام وسيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا يحيى عليه السلام. الجو ده احنا المؤمنين مثل صورك بيكون سعداء حين نقرأ القرآن بشأن هذه العائلة اللي فيها سيدنا زكريا عليه السلام، أعتنى بسيدة مريم كفلها زكريا، وكذلك سيدنا زكريا عليه السلام حريص على ألا يقع بنو إسرائيل في ظلمات أنا متسبب فيها علماء بين نفرين المعبد، فتوجه إلى الله وقال له ما تخلينيش برضه، لا تتركني في ذرية. واختاش ولا سيدنا زكريا يتبع السيدة مريم البتول. شوف رغم من سير سنة، بالنسبة لسنة سيدنا زكريا كانت على حال، هو انتبه إلى أن حالها غير شائع، قال لها أنا لك هذا، قالت له من عند الله. يعني هي رغم صغر سنها كما قلنا، يعني كانت تحت عناية إلهية كبيرة. أن سيدنا زكريا وصل حين لاحظ ذلك بعد إجابتها قالت من عند الله، تفطن أن الله في كل الأحوال هو الملجأ الوحيد لقضاء الحاجات، خاصة حاجات المهتمة بها هذه العائلة الكريمة. نعود إن شاء الله تعالى.